هل بينتفع الميت من إهداء الحي إليه قراءة القرآن؟ نشوف كده. حين يقول الرسول وهو مبلغ عن الله ومبين لكلامه وأنزلنا إليك ذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم إن علينا جمعه وقرآن ثم إن علينا بيانه. فالرسول جاي يبين، وبعد ذلك يقول إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث. إيه يا سيدني؟ صدقة جارية، كل ما تجري الصدقة ربنا يدي له ثواب، مش كده؟ نعم. عاد ولد صالح يدعو إيه؟ علم ينتفع به. يبقى الولد الصالح ينفع به ولا ما ينفعوش؟ طبعا. عاد ليه؟ قال لك لأن لما نشوف القرآن يجي في قصة الكهف بيجيب ثلاث كهوف. الكهف الأول الرجلين اللي ربنا ضرب بهم مثل، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين منهم، وبعدين دوك قال لا أنا مش عارف إيه، أنا عارف أغني في الآخرة برضه والشغلانة دي، ونسي أن الله هو الخالق كل شيء. قال له أنت كفرت بالذي خلقك؟ والله اللي خلقك ده ما دام كفرت بيه لا يحجب عنك نعمك. فحجبت عنه النعم، فكأن الذي يحرس النعمة الإقرار بمنعم بها. ولذلك قارون لما قال أوتيته على علم، مش قال كده؟ نعم. قال له طيب ما دام أوتيته على علم بقى احفظه بالعلم بتاعك. طب أنا هخطبك الآن. الله، أدي كهف. الكهف الثاني أن الله علم بعض خلقه أسرار من كونه حتى ما علمهاش للرسول، وجاب عبد من العباد ولموسى من أولي العزم وخلاه يعمل، تقول له أنا عايز أصاحبك، يقول له مش هتقدر بملء فيه، ما تقدرش ولو أنك رسول. لأن مهمة الرسول أنه يلحم العبد بربه ثم لله معه أشياء بقى، مش كلها عن طريق الرسول. انت بقى عرفت الطريق اللي يقربك الى الله، فكلما زدت الى الله قربا يزيدك ايه؟ يزيدك فيوضات، يزيدك اشراقات. فقال له انا عايز امشي وياك. قال له لن تستطيع معي صبرا. وما العبره من هذه وما العبره من هذه القصه؟ إيه؟ العبره من هذه القصه من ايه؟ من العبره بتاعت سيدنا، قصه سيدنا الخضر. علشان يعرفك أن الله حين يعلم خلقه حكم الأشياء يفسد عليك أنك أنت تعترض وما خدتش كل حاجة. أنت خدت من تكليف الله ما يقربك منه. أنت أنك لازق له كده يزيدك بقى. والذين اهتدوا زادهم هدى، يعني من فوق ما أعطاهم الرسول يوم يديلهم أسرار الأشياء. قال له انت مش هتصبر، لكن بقى ما دام عايز اوعى تسالني على حاجه. وبعدين ركبوا في السفينه فخرق. قال له قال لا انت خرقت السفينه عشان تغرق اهلها، هو ده الكلام الظاهري. قال له قلنا رجعنا بالكلام، ما انا قلت لك مش هتصبر. انا مش قلت له؟ قال له طب معلش سيب لي دي برضه. وبعدين قتل الغلام. قال له برضه هتقتل الغلام؟ اعتديت على مال وبعدين اعتديت على حياه، طب وبعدين عملت الجدار بتاع مش عارف. قال له انا عايز اوليك على الحكم عشان ما تبقاش تعترض. انت زعلان من ايه؟ قال له انت تغرق السفينه دي، السفينه بتاعي يا مساكين، تخلقها ليه وتتعبها ليه؟ قام قال له انا خلقتها علشان يبقى عندهم سفينه مخروقه احسن ما يبقاش عندهم سفينه، لان الملك هياخدها ظلما. أنا عملت جميل ولا ما عملتش جميل؟ أدي واحدة. طب وقتلت الواد ليه؟ قال الواد كان هينخل أبوه وأمه ويضغم ويروحوا النار، فأنا دخلتهم الجنة بأنه خدت من طريقهم. طب والولد ذنبه إيه؟ قال مهني نططت الحياة بدون تكليف. الله. طب والجدار أنت ليه بتقول لازم تاخد عليه أجر؟ قال انت زعلان ان انا ما خدتش اجر؟ قال اه. قال طيب اسمع بقى،
الجدار ده كان تحته كنز للولدين، واحنا طلبنا لقمه ناكلها، وطالب القوت طالب اللقمه لا يتهم، لان مش ممكن واحد يطلب لقمه ياكلها وهو شبعان، مش ممكن. انما اطلب جنيه اذكنه، اطلب رغيف كده عنه مش عارف ايه، انما بقول لك اديني لقمه. استطعم اهلها فابوا ان يضيفوهما. الذي يمتنع عن انه يضيف واحد جعان يبقى كريم ولا لئيم؟ لئيم. لئيم. طب اللئيم ده لو الجدار وقع والكنز يبان فيه ياخده ولا ما ياخدوش؟ ياخده. يبقى يظلم الايتام ولا لا؟ نعم. فانا لما شفت الجدار هيقع كده ودول لئام، رحت باني الجدار علشان ايه؟ استره. طب تستره ازاي؟ قال علشان لما الاولاد يكبروا ويبلغوا رشدهم ويستخدموا محدش ياخدهم منهم. قال لا، هتبني بنايه موقوته زي القنبله يعني، فضلت العيال دول هيقعدوا مثلا سنهم كم سنه؟ قال سنهم مثلا كده. ويبلغوا امتى؟ يبني الجدار بنايه موقوته بحيث لما يبلغوا رشدهم. طب ومين يعمل دي بقى؟ مين يقدر يبني جدار موقوت كده عشان ينقع فاتر؟ والدليل على انهم توأمين، عشان بيقول يبلغ اشد اثنين هيبقوا يا بعض، يبلغ في وقت واحد. كويس كده. جاب العله بقى، وكان ابوهما صالحا. يبقى بقى عمل الوالد بينفع ولا ما بينفعش؟ بينفع. بينفع.